السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا. اليوم رح نعمل المحلاية خفيفة نظيفة وسريعة إن شاء الله، ما بدها كتير لبكة. حنشتغلها بالكوب وحنشتغلها بالميزان، أمري لله. عندي هون نشا، إذا موجود نشا أخضر بسوريا في شيء اسمه نشا أخضر، يعني نشا عجين لسه. إذا موجود هذا النشا ممتاز كثير، بيكون أحسن من نشا البودرة، واللي أفضل من نشا البودرة كمان يعني هو بيجي بالمرحلة الأولى النشا الأخضر بسوريا معروف، وراء الألعاب بالعصرونية، بعتقد نهاية العصرونية وراء الألعاب الشام في واحد بيبيع نشا أخضر، كان هذا الحكي من 20 سنة، ما بعرف إذا لساته موجود ولا لا. نشا أخضر أول شيء أحسن شيء، اللي بيجي بعده إذا ما لقينا نشا أخضر نشا دراس، نشا يابس شقف شقف، بيكون بننقعه بمي قبل بيوم وبنصفي عنه المي وبنشتغل فيه. ما نوجد هاد وهاد، لأني ما وجدت هاد وهاد أنا، فبنشتغل هذاك بيكون نشا قمح. هذا نشا درة مطحون بودرة، كلمة توفر عنا. ننتبه لشغلة الكميات، هلا عندي هذا أنا أفضل من اللي بيجي من البقالات أبو علبة هاي، يعني أنا عندي 300 جرام هدول ل 3 لتر، يعني كل كيلو 100 جرام، لكل كيلو حليب 100 جرام بعادل يمكن ضعف أو 3 أضعاف الكمية اللي بتجيبوها من السوق. هذا البودرة كثير ناعم، بيكون مخلوط هذا ولا شو ما بعرف شو قصته. فهون انا عندي 300 جرام او 3 كاسات، كاسه النشا بتطلع 100 جرام او 90، من 90 ل 100 جرام نشا، وكاسه السكر 240 جرام، يعني هون عندي 480 كاسين سكر، وهون عندي وعلى حسب الرغبه بدنا نخفف سكر نزود سكر، هاي شغله بترجع لكم. اما كثافه النشا وحتى نحن عم نطبخ مثلا لقيناه خفيف بنحل بشويه حليب او شويه مي وبننزل عليه نحن وعم نغلي. بس انا بالنسبه للنشا اللي عندي 100 جرام لكل حليب، لكل كيلو حليب او كاسه نشا كبيره هي المعيار، يعني مو اي كاسه، اي كاسه اللي هو واحد كوب بيكون موجود بالسوق زناهم بالكوب. السوائل معروف كل كيلو سوائل بعتقد بيطلع 5، انا ما جربت قبل، هلا من بنعيره قدامكم قديش بيطلع السوائل كيلو، بعتقد 5 بيطلع هو الكيلو، اللتر بيطلع 5 سوائل. وبدي في طريقتين، في طريقة اني بعد ما يغلي الحليب نزل عليه النشا والسكر والمسكة طبعا اخر شيء اخر 5 دقائق، والماء والمازهرات والوردات، الما زهر والما ورد اخر 5 دقائق كمان مشان ما يتبخروا. هلا المحلايه بالبقله الما زهر اكثر من الما ورد، الما ورد صارخ كثير، فهي اختياريه حسب الرغبه شو بحب الواحد، ما زهر او ما ورد. بس انا راح احط ماء الزهر واستبعد ماء الورد. حلو، ونبلش معكم ان شاء الله. هاي بدنا نعير الكيلو قدامكم بالكوب قديش بيطلع كيلو الحليب. هاي واحد 220 جرام، واثنين 460، ثلاثة 4، يعني 5 كاسات مثل ما قلنا لازم يطلعوا كيلو ونص. مظبوط، وهي الكيلو ونص ثانيات. هلا نحن بصندوق الوصف بنكتب لكيلو شو بدنا نحط للكيلو الواحد عشان ما يكون العيار كبير عليكم. انا عم بعمل للمحل فاكيد حتكون كميه كبيره على البيت. راح اشتغل بالطريقه اللي بننزل فيها السكر والنشا وكل شيء مع الحليب على البارد يعني، وبنضل هون. بس اذا نزلنا بدي ضل عم بحرك فيه، جيب سلك مضرب، اذا نزلتم بهالمرحله هون ما بقدر اتركه، اذا حطيته حليب يغلي لحاله بقدر اتركه ليغلي بدون ما احركه. بس اذا حطيت من البدايه هيك ما بقدر اتركه بدون ما احرك فيه، لازم احركه. هو على النار لازم يضل عم يتحرك، هون بضل عم بقلب فيه مظبوط لحتى اتاكد انه دابه منيح.
ما في شيء شايفين نزل هون النشا، بيتأكد انه ما في تكتيل ابدا ابدا ابدا. يعني بينزعنا مرقنا، بينزعنا طعمة الاكل كلياتها. هاي الطنجرة عذبتني، عم اطشط لأدنى ما لأدن تاني. هلا الماء الزهر والمسكة ما حطيتهم، بنحطهم مثل ما قلنا اخر شيء. واللي ما عنده حليب دسم ممكن يدسمه بكريمة حيواني. اللي ما عنده حليب دسم بيدسم الطبخة الحليب بكريمة حيواني، وفي ناس بتحط زبدة بس ما بحب طعمها. انا الزبدة حتظهر الزبدة يعني. هلا بحاول شعل حالي اوبن لحط الحليب على النار. حطينا هلا الحليب على النار وبدي ضل أحرك لحتى يغلي ويعطيني القوام المضبوط. قبل ما اطفي عليه بخمس دقايق بحط المسكة وبحط ماء الزهر، بيغلي وبنرجع لكم عشان ما نطول عليكم. شايفين هون بلش يغلي، بلش يغلي معي. هون بنزل بقى المسكة النشا اللي عنده قوي ولا ضعيف. هذا ممتاز النشا. هلا بدنا نحط ما زهر غطيين بس، يعني ما يعادل معلقتين. وهيك بكون حاجته استوى. ننزل بالفرجاية متماسك بنفس الوقت مو قوي، ما بدي تقيل كثير ولا خفيف. هلا ننتقل لمرحلة السكر. هي عندي الزبادي جاهزين، بسكب فيها هلا بالاخره بشوي، بحسب حساب الزينه اللي بدي احطها عليها، بتركها تبرد ساعه برا البراد، بعدين بتكمل برودتها بالبراد 3-4 ساعات، وبنرجع لكم لما تبرد على الاخير ان شاء الله بالزينة. طيب هاي بعد ما بلدت المحلاية بدنا نزينها كريمة. أول شيء وعلى وشها مكسرات. مكسرات اختيارية، شو بدنا نحط؟ بنحط حط لوز شرايح، فستق، جوز هند.
احنا عاده بنحط هون كرزه اذا توفرت، بس الكرز الصناعي انا ما بحبه. حط هيك لوز شرايح، والطرف الثاني فستو وشوية جوز هنا. هلا بحط له نقطة جيلي كرز، جيلي فراولة يعني. هاي هيك اخواني عملناها بأكثر من شكل. كنا حط له هيك نقطة جيلي لتعطيها هيك كسر اللون. هذا جيل فراولة للكيك، وهيك بيكون معنا المحلية جاهزة. إن شاء الله تكون عجبتكم وكانت سهلة عليكم، وكان معكم الشيف فراس مطبخ حلويات شامية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، ودعائكم للوالدة ولكل مريض إن شاء الله ربي ما يضركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندوقة ولا ما ندوقة قدامكم؟ بندوقة يلا. هاي بعد ما جهزناها بدنا نفتحها قدامكم نشوف القوام والطعم. شايفين قوامها شلون؟ يعني قوام بده يكون جامد شوي. بسم الله. والله إنها جدا 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 جميلة. المازهر باين، مسكة باينة، الحلا راكز. إن شاء الله إذا بتعملوا على نفس العيارات تطلع معكم شغلة ظريفة جدا. ويعطيكم ألف ألف عافية.